مرحبا، أنا اسمي سنان وأنا مندوب من قسم المساعدات المالية في كلية كروسمان. اليوم راح أشوفكم شلون تقدرون تفتحون وتشوفون ملف المساعدات المالية مالتكم عن طريق الويب أدفايزر. اكتب grossman.edu في متصفح الإنترنت حتى تفتح الموقع الرئيسي للكلية. بعدها دوس على الويب أدفايزر الموجود بالزاوية اليمنى من الصفحة. بس تفتح الويب ادفايزر دوس على اللوجن واللي معناته تسجيل الدخول، واذا واجهت اي مشكله بتسجيل الدخول تقدر تتصل بمكتب الادمشن ريكوردز. بعد ما تسجل الدخول بالموقع دوس على قائمه الطلاب او ستودنتس. تحت قائمه الفاينانشال ايد او قائمه المساعدات الماليه اختر الكليه اللي ملفك الرئيسي موجود بها، يا اما كليه كيوماكا او جروسمان. بهذا الفيديو ولغراض التعليميه راح اختار جروسمان فاينانشال ايد. هنا راح تشوف ثلاث خيارات: Online Fee Waiver Application واللي معناته الاستمارة الإلكترونية للعفاء من الرسوم الدراسية، Application Status and Awards واللي معناته وضعية الملف والمنح الدراسية، وآخر شيء Financial Aid Homepage واللي هو الموقع الرئيسي لمكتب المساعدات المالية. بما أنه الغرض من هذا الفيديو هو فتح ملف المساعدات المالية، دوس على الخيار الثاني Application Status and Awards. بهاي الصفحة راح تشوف كل الملفات اللي مقدمة سنة بسنة من موقع الفافسة، وأحدث ملف راح يكون أول ملف فوق. بما أن ملف 2019-2020 ما يكون متوفر إلا ورا كم شهر، لأن هذا الفيديو هو بالسبرينج أو الفصل الربيعي من سنة 2019، هأختار من 2018-2019. اختار Application Status وبعدها دوس على Submit. بهاي الصفحة تقدرون تشوفون كل المعلومات المتعلقة ملفكم، وهسه راح أبدي بشرح كل قسم مهم لكم من هذه الأقسام. أول قسم هو Admissions and Enrollment Information واللي معناه معلومات القبول والتسجيل. بهذا القسم تقدر تشوف مجموع الوحدات الدراسية اللي ماخذهم ومكملهم، GPA أو معدل الدرجات الدراسية وفقا لمكتب المساعدات المالية، والتسجيل حسب الفصول للسنة الدراسية اللي اختارتها. القسم الثاني هو Document and Tracking Information واللي معناته الوثائق ومعلومات التتبع. هذا القسم يشوف كل الأوراق المطلوبة وهم الأوراق المستلمة منك. على الجهة اليمنى من كل استمارة تقدر تشوف التاريخ اللي أنت مسلم الأوراق المطلوبة. إذا ما شفت التاريخ معناته لازم تكمل هالاستمارة بأسرع وقت ممكن. تقدر تشوف نسخ الإلكترونية من هالوثائق إذا تدوس على الرابط Download and Print، بحيث تقدر تنزل الاستمارة اللي تحتاجها تكملها تطبعها وبعدين تجيبها لمكتب المساعدات المالية. ومرات الاستمارة المطلوبة منك ممكن تكون معروضة كرابط خاص باللون الأزرق، بحيث تقدر تطبعها وتنزلها مباشرة إذا دست عليها. اتذكر أنه قسم من الاستمارات المطلوبة ممكن ما تكون موجودة لا كروابط خاصة أو في صفحة Download and Print، فتقدر دائما تزور مكتبنا بالكلية وتأخذ الاستمارات المطلوبة منك. بعد ما تكمل من الصفحة دوس على اللوج اوف واللي معناته تسجيل الخروج حتى تطلع من الصفحة. أتمنى هذا الفيديو ساعدكم. إذا عندكم أي سؤال أو استفسار عن أي شيء بخصوص المساعدات المالية تقدرون تزورونا أو تتصلون بنا، وإحنا موجودين على مود نساعدكم. كل معلومات الاتصال والروابط موجودة بصندوق الوصف. أشوفكم بخير.